السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلاص خلص، وهنرجع تاني للشغل، والأجازة خلصت بسرعة وخلصت في دربكة المواعيد ودربكة النوم، ومش عارفين نظبط مواعيد نومنا وخلاص، والحياة هترجع لطبيعتها تاني. المفروض ننام بدري ونصحى بدري، فبيجيلنا بالليل كلنا أرق فظيع وعدم نوم، وبنسهر لسه متعودين على نظام رمضان وبننام بالنهار. فالنهاردة هنتكلم على أطعمة بتخلينا نروح في النوم بسرعة، وبتهدي أعصابنا وبتقلل التوتر، وبتخلينا إن احنا ننام نوم عميق. هنتكلم على أول حاجة في الأطعمة دي. الأطعمة دي بتعمل على بتخفض ضغط الدم، بتخلينا نشعر بالهدوء وهدوء الأعصاب. أول حاجة هنتكلم عليها الكرفس. الكرفس فيه بيحتوي على مواد كيماوية بتساعد على استقرار ضغط الدم، وكمان بتؤثر على الجهاز العصبي. فهو أصلا يعني بيستخدم في أدوية المهدئات، يعني هو بيعمل كمهدئ. يعني إحنا لو تناولنا 3 سيقان من الكرفس بيهدي الجسم وبيخلينا ان احنا نروح في النوم ونوم عميق بدون قلق ولا توتر. تاني نوع من الانواع اللي بتخلينا، من انواع الاكل اللي احنا ممكن ناخدها قبل ما ننام علشان تخلينا نروح في النوم بسرعة، الجبنة. الجبنة طبعا مصدر عالي جدا للكالسيوم، واعتقد انها مفيدة جدا، واهم كمان من ادوية الكالسيوم وبرشام الكالسيوم. طيب الكالسيوم بيعمل لنا ايه؟ الكالسيوم بيرخي العضلات والجهاز العصبي، يعني هو اصلا بيستخدم لكده، يعني بيعمل على تهدئة وارتخاء العضلات وبيخلي الجهاز العصبي للجسم يهدأ. ويعتبر ان هو الناس اللي عندهم نقص كالسيوم الدكاترة بتركز عليهم ان هم يستخدموا الجبنة، خاصة في المساء لأنها بتحتوي على نسبة كالسيوم، واللبن في الصباح علشان يبقى إيه في توازن. وهتلاقيها أنها بتخلينا نبقى في تهدئة عالية في الأعصاب. تالت حاجة الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر بيحتوي على فيتامين سي، وفيه معلومات كتيرة جدا يمكن ناس كتيرة ما تعرفهاش. الفيتامين سي بنلاقي إن في ناس تعاني إن عندها نهجان، وتعمل إيكو على القلب وتعمل كشف صدرية وتعمل كل حاجة، ولسه الشعور ده ما بيروحش من عندهم تماما. يشتكوا لأ ده أنا على طول بنهج، ده أنا أطلع السلم أنهج، ده أنا بيبقى غالبا نقص الفيتامين سي بيسبب الشعور بالنهجان. وبنلاقي إن الفلفل الأخضر غني جدا بفيتامين سي، وفيتامين سي بيعزز نسبة الأكسجين في الدم، فيعني هو ده اللي بيخلي الواحد يحس بالنهجان، لأن نقص الأكسجين وعدم وصوله للأنسجة هو ده اللي بيخلينا نحس بشعور النهجان وإحنا طالعين السلالم، وده بيعتبر أحد أعراض نقص فيتامين سي. يعني قبل ما تبدأ تروح للدكتور وتشوف انت عندك نهجان من ايه، حاول ان انت تعوض فيتامين سي اللي عندك، لان هو اللي بيوصل الاكسجين لجميع الانسجة والخلايا اللي موجودة في الجسم، ونقصه بيسبب الارهاق وصعوبة في التنفس. وبرضو الناس اللي بتعاني من ارهاق دائم ومستمر غالبا بيرجع لنقص فيتامين سي. وكمان فيتامين سي ليه فوائد صحية للغدة القزرية، يعني رائع جدا 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 فيتامين سي. طيب هنتكلم على رابع حاجة نقدر ان احنا ناخدها قبل النوم تخلينا نشعر بهدوء واسترخاء في العضلات والأعصاب، وبتهدي الضغط وبتعزز وصول الأكسجين للمخ والدماغ، وتحسسنا ان احنا مرتاحين كده وفي هدوء نفسي عندنا. خلي التفاح. خلي التفاح ده رائع جدا، هو برضو بيساهم في دعم الأكسجين في ان هو يوصل لجميع أنسجة وخلايا الجسم، ودهوت بيكون من خلال تعزيز الحموضة. طبعا الجسم بيكون قلوي لما يكون في القلوية مفرطة نتيجة للقلق او نتيجة لارتفاع الضغط او نتيجة اي نتيجة بتخلي الجسم قلوي،
والقلوية دي بتحسسنا بالأرق، إنما لما بنستخدم خل التفاح بتقلل القلوية بتاعت الجسم وبتقلل الشعور بالتوتر وبيضبط درجة حموضة الجسم. وأول ما درجة الحموضة بتتظبط في الجسم ده كله بيدعم مستوى الأكسجين في الجسم. يعني رجعنا للنقطة اللي هي بتاعت الفلفل الأخضر وفيتامين سي، إن هو بيدعم وصول الأكسجين للجسم، فخلي التفاح بيدعمه بشكل تاني إن هو يخلي الجسم حامضي، لأن الجسم القلوي بيسبب التوتر وبيقلل الأكسجين. فخلي التفاح في استخدامه هيساعدنا على تعزيز الأكسجين. طيب في خامس حاجة، دبس السكر، بس دوت بلاش يستخدموا الناس اللي بيحاولوا ان هم يقللوا من وزنهم، لان هو بيعمل على زيادة الوزن. ولكن احنا بنستخدمه قبل النوم لو الناس ما عندهاش يعني مش عايزة تخس وكده. ليه؟ لان هو مذهل جدا، لانه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم بنسب عالية جدا، يعني حاجة رائعة جدا جدا جدا، وكمان غني بالكالسيوم والحديد، وكلهم من الحاجات العناصر الأساسية اللي بيعملوا هدوء فسيولوجي للإنسان وبيهدوا الجهاز العصبي ويخلوه يسترخي جدا ويخلوه يعني يكون نايم نوم عميق جدا. سادس حاجة، اللوز. اللوز طبعا معروف ان هو غني جدا بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم برضو من العناصر الأساسية لتهدئة الأعصاب، وكمان منظم لضربات القلب. المغنيسيوم بنلاقيه ان هو بينظم ضربات القلب وبيهدي الجهاز العصبي وبيهدي العضلات. سابع حاجة ممكن ان احنا ناخدها، تناول كمية كبيرة من الخضار والسلطة يوميا. لازم جدا جدا نهتم بالخضار والسلطة يوميا. ده امر بيكون سهل بالنسبة للناس اللي متعودين عليه، انما الناس اللي مش معتادين على استخدام السلطة وان احنا ناخدها بكميات كبيرة فايتهم حاجات كتيرة جدا، لان متطلبات الجسم من البوتاسيوم هي تقريبا 4700 ملي جرام يوميا. فتخيلوا ان احنا بنحرم الجسم من البوتاسيوم ومن النسبة اللي هو محتاجها بان احنا نوقف اكل السلطة. طب احنا المفروض ناكل سلطة قد ايه عشان نعوض الاحتياج دوت؟ تقريبا من 7 لـ10 اطباق سلطة يوميا، الطبق اللي هو ايه الصغير اللي هو بتاع الشوربة، اللي هو يعني اللي هو المكبكب ده، اللي هو الطبق العادي، يعني من 7 لـ10 عشان نعوض احتياج جسمنا وياخد الكمية اللي مطلوبة. وكمان المغنيسيوم برضو بيبقى فيه عدة طبعا معادن زي ما احنا عارفين موجودة في السلطة، وبالإضافة للفلفل الأخضر فهو موجود فيها فيتامين سي، وكل الحاجات دي بيكونوا مهدئات فسيولوجية يفضل ان احنا نستخدمها بالليل. وعادة ان البوتاسيوم ناس كتير قوي بتشتكي من عرض دلوقتي بقى عند 90% من الناس، ان هو بيسمع اول ما ينام على المخدة يقول انا بسمع ضربات قلبي وبسمع صوته، يعني اول ما يبدا يحط راسه يسمع كده ويحس ان ايه قلبه مجهد وكده. ده كله راجع لنقص البوتاسيوم. فلو ان احنا ادينا الجسم الحاجات اللي عايزها في الوقت المناسب هنلاقي ان الجسم استفاد وحياتنا بقت صحيه اكتر ونومنا بقى هادئ. اتمنى اكون فدتكم. يا ريت لو عجبك الفيديو لايك بمثابه شكر وشير عشان الكل يستفيد، ومستنية آرائكم في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.